Actually, we lost the game, and I don't want to talk in the first moment about the ref or decisions or stuff like this, because Atletico scored a goal. أكد الألماني يورغان كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لا يزال يملك فرصا للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل ذلك. وقال كلوب بعد الخسارة بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء: شهدت مباراة أسوأ بكثير في حياتي من هذا، لكننا لم نكن جيدين في الثلث الأخير، هذا ما حدث. كما وجه المدرب الألماني تحذيرا شديد اللهجة لأتلتيكو قائلا: رأيت وجوها سعيدة في أتلتيكو، أتفهم ذلك، لكن الأمر لم ينتهي بعد، سنحت لنا فرص، لكن ذلك لم يكفي، لذا فإن جميع الاحتمالات قائمة. أدى الأتلتي مباراة كبيرة وحاولنا قدر المستطاع من جانبنا، فقدنا التركيز في بعض الأحيان. في نهاية الأمر لم نخسر بخمسة أهداف بل بهدف وحيد، ستكون مباراة الإياب عصيبة. وطالما كان لدينا 11 لاعبا فسنواصل المحاولة، لذا أقولها لكم: مرحبا بكم في الأنفيلد.